أقبل رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشتكي إليه عقوق ولده، وذكر من أخبار ولده السيئة ما جعل عمر رضي الله تعالى عنه يغضب على ذلك الشاب، ثم أمر عمر بإحضار ذلك الشاب. فلما حضر وجلس أمامه مع أبيه، فطن عمر لحركات من ذلك الأب في نظره إلى الشاب كأنه يريد أن يقهره بهذه الشكوى. فقال عمر للشاب: ما خبرك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، أليس للولد حق على أبيه كما أن للأبي حق على ولده؟ قال: بلى. قال: فما حقي على أبي؟ قال: أن يحسن اختيار أمك، وأن يسميك اسما حسنا، وأن يحفظك القرآن. فقال الشاب: والله يا أمير المؤمنين، ما فعل أبي شيئا من ذلك، أما أمي فهي أمة خرقاء، يعني في عقلها شيء، أعير بها دائما. اشتراها أبي من السوق بدرهمين، فبات معها ليلة فحملت، فلما ولدتني كره أني ولدت منها، فسماني جعلا. والجعل هو حشرة سوداء مثل الخنفساء، تكون في الصحراء تدفع النتن بأنفها. قال: فسماني جعلا ولم يحفظني من القرآن آية، أهملني، لم يحفظني من القرآن آية. فالتفت عمر ورفع الدرة إلى الأب وقال: اذهب، فقد سبقت ولدك إلى العقوق. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. المال والبنون إذا أحسن المرء التعامل معهما ورعايتهما وكسبهما من حلال وقام عليهما بالحلال، فإنهما يكونان متعة في الدنيا وذخرا له في الآخرة. أما الذي سيتعامل مع ماله بالحرام فيكسبه حراما أو ينفقه حراما، أو الذي يهمل أولاده ولا يلتفت إليهم ولا يهتم بتربيتهم، ربما كانوا عذابا عليه في الدنيا ومؤاخذة عليه أيضا في الآخرة. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.